الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما مزيدا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، إن مما يجب على المسلم وجوبًا عينيًا أن يعتني بأمر دينه وصلاح عقيدته وصلاح إسلامه، وأن يحذر حذرًا كبيرًا مما يجعل المرء ينسلخ من دينه ويخرج من إسلامه، فإن ذلك من أعظم المهمات وأوجب الواجبات على كل مسلم ومسلمة. فإذا ذهب إسلام المرء ضل ضلالا مبينا وخسر خسرانا كبيرا. وعليه يا عباد الله، فإن المرء يجب عليه أن يعرف ما ينقض إسلامه حتى لا يقع فيه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فعلينا أن نعرف هذه النواقض حتى لا نقع فيها. وقد أفرد العلماء رحمهم الله لنواقض الإسلام مؤلفات، وجمعوها في كتب من أجل أن يعرفها المرء وأن يحذرها. ومن أحسن من جمعها مما أجمع العلماء على أنها كفر بالله وأنها ناقضة لإسلام المرء، ما جمعه شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة قصيرة جمع فيها 10 نواقض من نواقض الإسلام، وهي أكثر ما يقع فيه المرء وأخطر ما يقع فيه الناس، ونذكرها على سبيل الإجمال والاختصار تذكرة وتبصرة. فأول هذه النواقض وأعظمها على الإطلاق الشرك بالله عز وجل، وهو الذب الذي لا يغفر والسعي الذي لا يشكر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال سبحانه: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهو أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، والشرك يدخل فيه كل عبادة تصرف لغير الله عز وجل، كالذبح والاستعانة والاستغاثة والدعاء وغير ذلك مما يعتبر من العبادة التي لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. والناقض الثاني أن يجعل العبد بينه وبين الله وسائر يدعوهم ويسألهم الشفاعة، وهو داخل في الشرك وداخل في الناقض الأول. ولكن شيخ الإسلام ذكره خصوصا لكثرة ما يقع فيه الناس، ولأنه من أشد ما يشبه به المشركون على عباد الله. فقد كان أهل الجاهلية وكفار قريش يتخذون الأصنام والأحجار والأشجار والسائط يدعونهم من دون الله، يسألونهم الشفاعة حتى تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال عنهم سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فسماهم الله كاذبين وسماهم كافرين،
كاذبين بأنهم يدعون أنها تقربهم إلى الله زلفى، وهي لا تنفع ولا تضر ولا تقرب ولا تبعد. وسماهم كافرين لأنهم صرفوا العبادة لغير الله عز وجل، وقال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذه شبهة المشركين الأولين، وهي شبهة المشركين المعاصرين الذين اتخذوا الأنبياء والأولياء وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتخذوهم وسائط يدعونهم ويسألونهم الشفاعة. بل إن المعاصرين قد فاقوا المشركين السابقين، فقد صرفوا لهم أنواع الطاعات وأنواع العبادات حتى أوصلوهم إلى مقام الربوبية، فجعلوهم يخلقون ويرزقون ويدبرون الكون. وهذا لم يقله لأبو جهل، ولم يقله حتى أبو لهب، بل إنهم كانوا يعترفون بأن الله خالقهم ورازقهم ومحييهم ومدبرهم، ولكنهم يصرفون العبادة لغيره. وأما هؤلاء فإنهم اتخذوهم وسائط وعبدوهم من دون الله، وجعلوا لهم خصائص الربوبية التي يترفع عنها كفار قريش. والناقض الثالث يا عباد الله: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر مثلهم. وهذا يا عباد الله مما يغفل عنه كثير من الناس، ومما يقع فيه كثير من الناس جهلا منهم بهذا الناقض العظيم. فإن إسلام العبد لا يتم إلا بالكفر بما يعبد من دون الله، وبالكفر بالطاغوت، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. وقال سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا يكفي للمرء أن يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويفعل الواجبات، ولكنه لا يكفر المشركين ممن يعبدون غير الله ويدعون غير الله، فإن هذا تصحيح لمذهبهم وتكذيب للقرآن. فلا يصح إسلامك يا عبد الله إلا بتكفير المشركين الذين يعبدون غير الله، سواء كانوا كفاراً أصليين كاليهود والنصارى والبوذيين ومن شابههم، أو كانوا من الكفار المشركين المرتدين الذين ينتسبون إلى الإسلام والإسلام منهم براء، كمن يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح للأموات، فإنه كافر بالإجماع. والناقض الرابع يا عباد الله من نواقض الإسلام أن من اعتقد أن هدي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن وأكمل أو مساو لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يجيزون التحاكم إلى غير شريعة الله عز وجل، فهم كافرون إجماعا. والناقض الخامس يا عباد الله من نواقض الإسلام من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالله عز وجل، وإن كان يعمل بما يبغض. قال سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. والمراد بالكراهية كراهية التشريع لا كراهية الطبع. ومثال ذلك: المرأة تكره الضرة عليها، وهذه كراهة طبع، فإن كرهت التشريع كفرت بالله عز وجل. ولكن الكراهة هنا كراهة طبيعة، كما يكره المرء أن يغتسل في اليوم البارد بالماء البارد، فهي كراهة طبع لا كراهة تشريع. فمن كره التشريع ولو عمل به فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فمن نواقض الإسلام الاستهزاء بدين الله عز وجل كالاستهزاء بالله أو برسوله أو بثواب الله وعقابه، فإن هذا كفر بالله عز وجل ولو فعله المرء مازحاً ولاعباً. قال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا مما يقع فيه اليوم كثير من الناس، خاصة في وسائل التواصل الحديثة، مما ينشرونه من الاستهزاء بالعبادات والطاعات، كالمقاطع التي فيها استهزاء بالصلاة ونحوها، وفي بعضها استهزاء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شعائر الدين. فإن هذه من نواقض الإسلام التي يجب للمرء أن يحذرها. ومن نواقض الإسلام يا عباد الله السحر، ومنه الصرف والعطف، وهو صرف المرء عمن يحب أو عطفه على من يحب، وهذا كله من الكفر بالله. قال سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ومن نواقض الإسلام يا عباد الله معاونة المشركين ومظاهرة المشركين على المسلمين، فإن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين كفر بالله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن نواقض الإسلام يا عباد الله من اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر أن يخرج عن شريعة موسى، وهذا ناقض من نواقض الإسلام، وهذا يا عباد الله ناقض من نواقض الإسلام، وبه يتبين كفر كل من دان بغير الإسلام كاليهود والنصارى ممن يدعون أنهم يتبعون الأنبياء، فإنهم إن لم يؤمنوا بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كافرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للجميع، لجميع البشر ولجميع للثقلين من الجن والإنس، فإنه من لم يؤمن به من يهودي ونصراني فإنه كافر بالله عز وجل. قال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال صلى الله عليه وسلم: من ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي فهو من أهل النار. وعلى هذا يتبين لنا يا عباد الله أن كل الكتب السابقة التي أنزلت على الأنبياء السابقين فهي منسوخة برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يغرنكم تلبيس المنبسين الذين يدعون أن اليهود والنصارى أهل أديان سماوية، فليس هناك دين إلا دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويدخل في هذا الناقض كما قال شيخنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: من قال إن الشريعة لا تصلح لهذا الزمان، قال فهذا خروج
على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فدين الله صالح لكل زمان ومكان. ومن نواقض الإسلام يا عباد الله الإعراض عن دين الله، الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، فهذا من نواقض الإسلام، كما قال سبحانه عن الكافرين: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فلا بد للمرء أن يتعلم دين الله عز وجل وأن يعمل به، وإلا فإنه يقع في ناقض من نواقض الإسلام. والعلم الذي لا بد على المسلم أن يتعلمه هو العلم الضروري الذي به أصل الإسلام، فهذا العلم لا بد أن يتعلمه، وهو علم التوحيد وما يضاده من الشرك. ولا بد للمرء أن يعمل بدين الله، فإن ترك العمل بدين الله عز وجل ولو قال لا إله إلا الله في ليله ونهاره ولكنه لا يفعل شيئا من أعمال الدين، فإنه كافر بإجماع المسلمين. فهذه يا عباد الله مجموعة من نواقض الإسلام ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مما أجمع عليه العلماء، ثم ذكر بعد ذلك قال: وهذه النواقض لا يعذر فيها من فعلها، سواء كان هازلا أو خائفا أو جادا أو خائفا، ولا يعذر فيها إلا المكره. فهذه نواقض يا عباد الله يجب على المرء أن يحذرها وأن يعلمها حتى لا يقع فيها، حتى يسلم بدينه ويلقى الله عز وجل على هذا الدين العظيم. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن إلى الله مع الجماعة، ومن شذ في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.